ارتفاع كبير بضحايا حوادث السير في الضفة الغربية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت الإحصائيات 141 وفاة نتيجة حوادث السير، مما يطرح تساؤلات في إطار المحاولات المتكررة لتجنب وقوعها. هذا الازدياد هذه السنة كان يعني بصورة مفاجئة. احنا في السنوات السابقة كان عندنا 101 قتيل حوادث في 2013، في 2014 110، يعني زيادة منطقية، ولكن للأسف لسه العام ما خلص واحنا الآن في ما يزيد على 140 قتيل. مع بداية فصل الشتاء بدأت الشرطة عملية الفحص الشتوي لأكبر قدر ممكن من المركبات، كما على السائقين أن يتوخوا الحذر حرصاً على سلامتهم خلال موجات الأمطار والصقيع. الشرطة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة هذه الحالة، حيث حررت ما يزيد عن 110 ألاف مخالفة مرورية، فحصت ما يزيد عن 170 ألف مركبة، تم تنزيل عدد كبير من هذه المركبات عن الشارع لإعادة ترخيصها وتأهيلها، السرعة الزائدة، التجاوز الخاطئ، عدم الامتثال إشارة قف، واستخدام الهاتف النقال، وهي من أخطر المخالفات المرورية. إذا ما تجنبناها في أثناء قيادة المركبات بالتأكيد سنعمل على تقليل الحوادث. ترتفع الأصوات بضرورة تشديد إجراءات الرقابة على الطرقات من قبل الجهات المسؤولة من أجل تخفيف حدة الحوادث لدرء الخطر عن المواطنين. من مدينة رام الله لتلفزيون القدس، رباعي ياش.